أهلا وسهلا بكم بالدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية. درسنا الرياضيات للمرحلة الخامسة، عدنا المحاضرة رقم 48، الموضوع أنماط هندسية. راح نكمل الدرس السابق اللي بدينا بفقرة أحل، وصلنا رقم 8، لدى سالي 3 مثلثات وأيضا لديها 3 دوائر وثلاث مربعات. عملت سالي النمط الآتي، هي مثلث دائرة مربع، مثلث دائرة مربع وهكذا. طلبت سالي إلى أختها جمانة عمل نمط آخر مختلف. اكتب نمط تتوقع من جمانة كتابته. احنا بكيفنا شلون ما نريد نكتب النمط، راح نكتبه بشكل مربع دائرة مثلث، مربع دائرة مثلث، مربع دائرة مثلث. طبعا من بلشنا مربع دائرة مثلث لازم بانتظام نكرر الأشكال مثل ما بدينا بيها. راح نجي على سؤال رقم 9، ما عدد المربعات الموجودة في هذا النمط إن تم توسعته إلى 14 مضلع؟ طبعا هو بالبداية بادي مربع مستطيل، مربعين مستطيل، 3 مربعات مستطيل، إذا وراها راح يجينا 4 مربعات مستطيل وهكذا، إذا راح يصير لنا 10 مربعات. شلون 10 مربعات؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6 و4 مربعات، إذا 10 مربعات، صار لنا 10 مربعات. راح نجي على سؤال رقم 10، أراد أنور أن يوسع النمط الآتي، هو النمط مالته دائرة متوازي، دائرتين متوازي، 3 دوائر متوازي، فكم دائرة يستعمل للحصول على 6 متوازي الأضلاع؟ احنا هنا 3 متوازي الأضلاع فقط. نكمل النمط مالتنا إلى 4 دوائر، فصار عندنا 3 متوازي فقط. هو يريد متوازي الأضلاع 6، فإذا راح نحسب هنا كم دائرة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، وأيضا راح 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21 دائرة يحتاج، 21 دائرة يحتاج على مود تصبح 6 متوازي الأضلاع، 6 متوازي الأضلاع. رقم 11، كون نمط من الأشكال التالية بحيث يتكرر فيه المثلث القائم الزاوية 4 مرات. هذا المثلث القائم الزاوية عرفنا إحنا يريده يتكرر 4 مرات، إذا لازم بشكل منتظم راح نسوي المثلث القائم الزاوية وبعدين المثلث الحاد وراها المنفرج، إذا راح نكرره نفس النمط، نكرره 4 مرات يريده. إذا نكرر مثلث قائم الزاوية وأيضا المثلث الحاد ثم المنفرج، وأيضا يتكرر القائم الزاوية والحاد والمنفرج، وآخر شيء القائم الزاوية والحاد والمنفرج. إذا كررنا القائم، هذا قائم الزاوية كررناه كم مرة؟ 1، 2، 3، 4، إذا كررناه 4 مرات. سؤال 12، انظر النمط المجاور، مطينا النمط مثلث رأسه من الأعلى ثم إلى الأسفل، رأسه إلى الأعلى وأسفل وهكذا، كيف سيكون وضع المثلث في الموضع 20؟ فسر إجابتك. إحنا راح نعد كم مثلث عندنا، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، هو يريد 20، إذا من وصلنا 9 نعد 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 20 اللي وقفنا، إذا شكل المثلث هذا يكون شكل المثلث وين ما وقفنا. نعيد السؤال، انظر النمط المجاور مطينا إياها، كيف سيكون وضع المثلث في الموضع 20؟ احنا عدنا 9 مثلثات، نكمل عدها 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، نوصل للـ20، معناها شكل المثلث اللي راح يرسم نفسه، اذا المثلث اللي رأسه من الاسفل. هاي تكون الأنماط بشكل منتظم.